وفقا لتوجيهات القيادة الرشيدة في الدولة بتوفير كامل الرعاية الصحية للحجاج سواء في مقراتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة أو خلال وجودهم في المشاعر المقدسة، أكدت اللجنة الطبية للحج التابعة لمكتب شؤون الحجاج لدولة الإمارات توفير جميع مستلزمات الرعاية الصحية المتميزة وتقديم المشورة الوقائية والنصائح الصحية لحجاج الدولة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية الشقيقة. رعاية طبية متكاملة على مدار الساعة يقدمها الكادر الطبي الإماراتي المؤهل في الأراضي المقدسة المخصص للتعامل مع الحالات الطارئة وتقديم العلاج لحجاج الإمارات. لجنة طبية كرست جهودها لخدمة الحجاج وخصصت أقساما جهزت بأحدث التقنيات والمستلزمات الأولية. تقوم البعثة الطبية بترخيص أطباء والفرق اللي هي مرافقة لحملات الحج من خلال التدقيق على مؤهلاتهم وكذلك تدريبهم التدريب الكافي بحيث أن يكونوا مؤهلين لمتابعة حجاج الدولة أثناء تواجدهم في الأراضي المقدسة. طبعا بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة للدولة تم توفير عيادات ثابتة وعيادات متنقلة وكذلك خطوط ساخنة لاستفسارات الحجيج وكذلك تقديم المشورة الطبية للأطباء المرافقين للحملات. كما تعلم هناك في تخصصات لدينا في البعثة الطبية مما يساعد على تقديم الدعم الطبي والمشورة الطبية لأطباء الحملات. وليكون حج هذا العام خاليا من الحوادث والأمراض، دأبت اللجنة الطبية على تقديم النصائح والإرشادات لحجاج الدولة وحرصت على تخصيص فرق عمل ميدانية تقوم بتفتيش حملات الحج الإماراتية للتعرف على مدى جاهزيتها لخدمة الحجاج. اللجنة الطبية في البعثة الإماراتية تختص برعاية والإشراف على صحة جميع حجاج الإمارات. لدينا على سبيل المثال كشف بجميع حجاج الإمارات بالأمراض السابقة التي يعانون منها. نقوم كذلك نحن بتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية على جميع حاملات الحج. تتميز البعثة الرسمية بالكوادر الوطنية تماما من أطباء وتمريض وصيادلة. الهدف من وجود البعثة الرسمية هي الإشراف على جميع الحملات وأن نكون جميع الحجاج بسلامة كاملة. هذا وتوفر العيادة الطبية جميع مستلزمات العلاج والأدوية لحجاج الدولة في الأراضي المقدسة، بالإضافة إلى توفيرها فرق مخصصة مجهزة بأحدث الوسائل الطبية للوقوف على الحالات الحرجة والطارئة، ولتعلن بذلك البعثة الرسمية مدى جاهزيتها لاستقبال الحجاج الإماراتيين برحابة ويسر. كوادر طبية إماراتية متمرسة ذات خبرة ميدانية تواجدت في الأراضي المقدسة لخدمة حجاج دولة الإمارات. لإخبار دار، محمد الجنيدي من المملكة العربية السعودية. وللمزيد من الطرح ينضم إلينا عبر اتصال هاتفي الدكتور عبد الكريم عبد الله الزرعوني، مدير مركز وإدارة عمليات الطوارئ والأزمات والكوارث بوزارة الصحة ووقاية المجتمع. أهلا بك. بداية، ما هي استراتيجية وزارة الصحة تجاه رعاية الحجاج من الناحية الصحية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هذه مناسبة جليلة تتشرف خلالها وزارة الصحة والهيئة الصحية بالدولة من المشارك الطبية في بعثة الحج الرسمية لهذا العام، وهي بلا شك جزء لا يتجزأ من الجهود المتواصلة والاهتمام الواجب بالحالة الصحية لكل إنسان يعيش على أرض الدولة ضمن منظومة الإمكانيات الضخمة التي توفرها الدولة لرعاية مواطنيها على أرضها وخارج حدودها. لقد أولت الوزارة سل عنايتها لهذا الشأن ووضعت استراتيجية واضحة تستند على تأهيل الحجاج وتوعيتهم من خلال وسائل الإعلام ونشرات الإرشادية، وذلك قبل موعد سفرهم ورعايتهم الكاملة أثناء تأديتهم المناسك
فضلا عن متابعتهم بعد العودة. وهذه استراتيجية على ثلاث مراحل رئيسية تخدم في النهاية في سلامة الحجاج. نعم، وما هي استعداداتكم لتنفيذ هذه الاستراتيجية؟ الوزارة حرصت كل الحرص على توفير مستويات عالية من الخدمات الصحية المباشرة للتأكد من سلامة حجاج الدولة من أي أعراض مرضية أو وبائية. قد تم تأمين جميع المستلزمات الطبية مدعمة بالكادر الطبي والفني المؤهل، بالإضافة إلى توفير الأدوية اللازمة والمعدات الطبية اللازمة من خلال عيادات ثابتة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك المشاعر المقدسة منى وعرفة ومزدلفة. بالإضافة إلى ذلك تم تشكيل فرق طبية متنقلة، تقريبا عدة فرق. الفرق هي تقريبا تصل إلى أماكن الحجاج لتقديم الدعم العلاجي. بالإضافة هناك في فرق أخرى، فرق تفتيش طبي ميداني، والهدف الأساسي من تشكيل فرق طبي الميداني أنهم نفس الشيء يتوجهون إلى العيادات الموجودة في حملات الحج والتدقيق على مكونات العيادة، وكذلك تدقيق على الأطباء والفريق الطبي المرافق لهذه الحملات، وتأكد من استيفاء الشروط اللازمة لعلاج ومتابعة حجاج الدولة، وكذلك نعم. تقديم المشورة الطبية لهم. نعم. هل هناك تنسيق مع السلطات الصحية السعودية لتقديم الدعم الطبي؟ نعم، هنا تنسيق صراحة جدا لصيق مع السلطات الصحية السعودية، ومن خلال اللي هي تسخير كافة الإمكانيات الموجودة في السعودية من المستشفيات والمراكز الصحية، وكذلك خدمات الإسعافية من خلال الهلال الأحمر السعودي، في حال أن البعثة الطبية لديها حالات يعني تتطلب لإجراء فحوصات لازمة على سبيل المثال الأشعة المقطعية أو بعض الفحوصات الأخرى اللي مش متوفرة في عيادات البعثة، وبالتالي نحول الحالات غالبا إلى المستشفيات هذه لمزيد من الفحوصات للتأكد من تشخيص الحالة ومن ثم العلاج والمتابعة. فالحكومة ما قصر، الحكومة السعودية موفرة كافة المستلزمات الطبية والمعدات الطبية والخدمات الإسعافية والوقائية لخدمة البعثات الطبية على مستوى العالم بصفة عامة، وبعثة دول الإمارات بصفة خاصة. وكل الشكر والتقدير لهم لوزارة الصحة السعودية ولحكومة خادم الحرمين الشريفين ولكافة القائمين على خدمة ضيوف الرحمن على تعاونهم المثمر مع بعثة الحج الرسمية للدولة، وعلى كل ما يبذلونه من جهود كل عام ويوفرون من تسهيلات لراحة وفود الرحمن. نعم، الدكتور عبد الكريم عبد الله الزرعوني، مدير مركز وإدارة عمليات الطوارئ والأزمات والكوارث بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، كنت معنا في اتصال هاتفي، شكرا لك. الله أكبر، الله